السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معاكم مهندس اسماعيل احمد من شركة اي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت. النهارده احنا معانا انتركم صوتي كوماكس DB25. الانتركم دوت واحد زرار وسماعة، ممكن نزود له كمان سماعة كمان، ممكن كمان نزود له سماعة كمان. فاحنا النهارده هوريك قدرة التركيب بتاعته والتشغيل بتاعه، كمان هنوصله على ده ترانس 24 فولت، هنوصله على الجالون دوت. فقبل ما نبتدي الفيديو متنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب. دلوقتي احنا بنفتح المكونات بتاعت العلب، تمام؟ نفتح الانتركم الاول زي ما انتم شايفين كده. الانتركم بيتكون من اللوحة بتاعته، بيتكون ده الكتالوج بتاع الجهاز، ودي السماعة بتاعت الجهاز، ودي المايك بتاعنا، ادي المايك بتاعنا اللي بنستخدمه دايما، ودي اللوحة بتاعتنا، تمام؟ وادي الباور سبلاي. تمام، الاول هنفك اللوحة. هنفك البصمار اللي تحت في اللوحة عشان نطلع اللوحة من قلبها، عشان اوريكم طريقة التوصيل بتاعتها. فكنا المسمار، ادي اللوحة بتاعتنا. المسمارين دول بتوصلوا في السماعة، ان السماعة هي اللي بتدينا مصدر الكهرباء. زي ما انتم شايفين كده فيها الفيشة بتاعتها، تمام؟ هي الفيشة بتاعت السماعة، تمام. وفي الظهر بتاعتها بتاعها فك التثبيت بتاعها، تمام. في الظهر بتاعها كمان زي ما انتم شايفين كده مسمارين اهوت، مسمار بتوصل برضو هنا واحد في واحد واتنين في اتنين، تمام. وتلاتة واربعة دول بيتوصلوا في المهج. المهج اهو زي ما انتم شايفين اهو معانا اهو، كمان في مسمارين برضو. وادي الادابتور بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه، تمام. ال 24 الموجب ده بيتوصل في المسمار ده، تمام. والسالب دوت بيتوصل هنا، تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بعمل بالظبط، تمام. والطرف دوت بتوصل بالطرف ده في هنا عشان يفتح الباب، تمام. ما تيجي اوريكم عامل ايه افضل برضو، متنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب. هنبتدي نوصل الانتركم مع بعض. ادي الكابل اللي احنا حضرناه، تمام. وادي اللوحة. هنفك المسمارين دول، وكمان الأربع مسامير دول برضو نفكهم. في منهم كده كده اتنين هيروحوا للمهج واتنين هيروحوا للسماعات. اي لون عادي مش هتفرق. هنوصل ازرق مثلا وبرتقالي مع بعض في السماعات يوصلوا للوحة. اي لون عادي مفيش اختلاف يعني. اللي سمعنا شغال على السماعة، تمام. الازرق اهو ونربط عليه. وده البرتقالي برضه نربط عليه.
عندنا بني بني أخضر وبني، تمام. الأخضر برضو لوحده، البني لوحده، ادينا وصلنا الاطراف بتاعت السماعة، ممكن نطلعها من فوق هنا. تمام، ادي السماعة جاهزة معانا. وصلنا احنا البرتقالي والازرق، وصلناهم في السماعة. هنوصلهم دلوقتي في اللوحة. ونعمل البني، نعمل السير والأخضر البني. هنوصل دلوقتي اللوحة زي ما قلنا، البرتقاني والأزرق في اللوحة. أدي اللوحة قدامنا أهي، فكان المسامير بتاعتها. هنوصل الأزرق والبرتقاني برضو. ولو شغلنا اللوحة على الوضع دوت اللي احنا وصلناهم دول، اللوحة تشتغل معانا. المايك مش هيشتغل، بس اللوحة تشتغل. كده كده اللوحة بتاخد كهربا من السماعة، يعني مش بتأثر عليها ولا أي حاجة. يعني كده دي بتاخد كهربا لوحدها يعني. يعني أنا لو وريتكم دلوقتي، هوصل دلوقتي السماعة وأوريكم. بس وصلنا الأطراف اهي زي ما انتم شايفين كده، تمام. هنشغل، وصل السماعة. وصل السماعة. السماعة بترن اهي زي ما انتوا شايفين. نرفع السماعة. الو 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 كده انا سامع السماعة، تمام. هنوصل دلوقتي المهج معانا، تمام. ادي الادابتر ال 12 فولت ال 24 فولت زي ما انتوا عارفين. الاتنين الحمر دول ال 24، والسودا دي السالب، تمام. ودول ال 220 فولت. الموجب زي ما قلنا هنوصله في المهج على طول دايركت، تمام. والسالب هنوصله بالسالب. السالب احنا قلنا البني، نوصله هنا بالبني. وقلنا الأخضر ده كوبري. هذه الكورونا هنفك المصبرين دول، تمام. ادينا وصلنا المعالج بالباور بتاعه، بالحاجة بتاعته. وصلنا اللوحة كمان. هنوصل الكهرباء دلوقتي مع بعض ونشغل الجهاز. ركبنا احنا فيشة خلاص للترانس زي ما انتوا شايفين اهي الفيشة اهي، تمام. والوصلات بتاعتنا زي ما قلنا، تمام. ادي واحد واثنين في اللوحة زي ما شايفين، وهنا اربعة في السماعة الداخلية، تمام. واحد واثنين احنا واحد واثنين في السماعة الداخلية ووصلناهم باللوحة، تمام. واحد واثنين وصلناهم باللوحة الداخلية، تمام، زي ما انتوا شايفين كده، تمام. وتلاتة واربعة، تلاتة واربعة دول بتوع المهج، تمام. وصف المهج، السالب بيوصل في الاكس في هنا، السالب بيوصل في الجهاز على طول هنا، تمام.
ده السالب اهوت تمام، والموجب دايركت بيوصل في الجهاز تمام، ورقم 4 دي بتوصل على طول بالكوبري يعني تمام تمام وادي الصوت شغال اهو زي ما انتوا سامعين اهو تمام. وكمان لو رنينا الدنيا شغالة زي الفل والكالون شغال معانا، فكل حاجة شغالة معانا تمام زي ما قلنا تمام. بعدين شغال بيفتح كمان الباب معانا. كان معاكم النهارده المهندس سبحان احمد من شركة التكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت، تحت امركم في اي وقت، ومتنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. السلام عليكم.